الحمد لله الثقة اللي حطها فيا مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة، ان شاء الله نكون على مستوى التطلعات، ان شاء الله نزيد نخدم نزيد نكونفيرمي ونامبوزي بلاصتي ان شاء الله. وفيما يخص التربص يعني راح ندخلوا تربص مده 15 يوم، تخللوا ثلاث مباريات، ان شاء الله نقدموا مستوى جيد وكما نقولوا نخلقوا هذاك لو جروب ان شاء الله باش ندخلوا المنافسه بكل قوه ان شاء الله. والله ثلاث مباريات ان شاء الله ناخذ الفرصه تاعي كامله ان شاء الله باش نقدم المستويات المنتظره مني ان شاء الله. خاصه ان البطوله هذه تقام في الجزائر، من دون شك اي لاعب يتمنى يشارك في دوره مثل هذا. صح، هي كما نقولوا هذه فرصه متاحه لي ان شاء الله، نامبوزي روحي ونمد المستوى ان شاء الله كما نقولوا المستوى اللي راهم ينتظروا مني ان شاء الله.